من باريس ينضم إلي السيد ساوي شوفست رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية. أتمنى أن أكون ألفظ كل الكلمات الفارسية بشكل صحيح أستاذ أوفيستا. أهلا بك في نهاية الأسبوع. أهلا ومرحبا بكم على آنس النجوى قاسم. لكن هذه المشكلة مشكلة الانتخابات الداخلية في إيران، وأنا لا أظن هذا المرة أي ضربة عسكرية ضد الإيران. لماذا؟ لأن إذا أذن في صحفهم لتستفيدوا من أجل الانتخابات. أستاذ أوستا اسمح لي، يعني حضرتك أعطيت كمية كبيرة من المعطيات، ولكن أنا أود أن أفهم منك، هل حضرتك مقتنع بأن الغرب لا يريد الحرب، أم ما قلته وتفضلت به حول الأسباب الانتخابية وأسباب الأزمات الداخلية حكما سيؤدي إلى ضربة عسكرية خاصة من إسرائيل لإيران قريبا؟ الآن نجوى قاسم، طبعا منذ زمان قرروا بأن يأخذوا المنطقة الشرق الأوسط والنفط في هذه المنطقة. نعم. لكن حرب، أنا أقول لكم حرب ضد إيران مستحيل. يعني لا إذا لم نستعمل كلمة حرب، هناك كلام عن ضربة عسكرية، يعني في تصنيف لنوعيات العمليات العسكرية قد لا ترقى إلى مستوى الحرب، ولكن هل أنت قريب من تصديق ضربة عسكرية تجهزها إسرائيل؟ هناك وفود أمريكية، لأن هناك وفد قادم أمريكي أمني إلى إسرائيل من أجل هذا الموضوع تحديدا. الآن نجوى قاسم، أنا قلت لك بأن بداية أي ضربة، بداية أي ضربة ضد الإيران بداية الحرب الدولي. لو أنا حكيت عن جيش القدس، جيش القدس موجودة في كل العالم، أنا ما أعرف للنظام الإيراني كل العالم يعرف هذا، ولكن لا يجب أن ننسى ماذا يدور في العالم. أنا قلت لكم بأن موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية لأنهم يعرفون جيدا جنرال قاسم سليماني ويعرفون جيدا جيش القدس، هما لا يريدون هذه الحرب. أي نعم، هي كانت الأستاذة نجوى موسى قاسم، قد راحت ولا نعرف كيف ولماذا في نفس اليوم لاغتيال قاسم سليماني. صباح نجوى قاسم، وبالليل قاسم سليماني.